نروح نشوف برضو يعني أهداف 2006. النادي الأهلي لاعب الاتحاد السكندري في ملاعب الناشئين بمدينة نصر مواليد 2006 وفازوا بثلاثية. اللي أحرز أهداف النادي الأهلي مازن أحمد وعمار وليد وعمر سيد معوض. نشوف مع بعض أهداف اللقاء. دول الثلاث أهداف. أنا كنت موجود في ملعب المباراة واتفرجت على المباراة. ما شاء الله عندنا فريق محترم، فريق 2006 كمان بنشيد بالجهاز الفني وأيضا بالكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني، عامل شغل أكثر من رائع. عندنا فرقة فعلا فرقة محترمة، فرقة 2006. شكل الملعب والأداء ونقل الكرات حاجة محترمة. ده الهدف الثاني، هدف من الأهداف الحلوة. عايزين نشوف إنهاء الهجمة لعمر سيد معوض وهو بياخد الكرة لمسة واحدة بتروح في العارضة على مين الحارس، وكمان توقيفه يعني عمار وليد بيستلم الكره وبيركنها برضو بقوه. هدف من الاهداف الحلوه، الحلو فيه اللمسه بتاعت عمر سيد معوض وايضا انهاء الهجمه لعمار وليد. دي كانت اهداف المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثيه.